اول والله ما ميداليه جبتها كان احساسك بيها؟ انت عامل 19 ميداليه. اول ميداليه كانت في 2013، كانت برونز في الباك. كان انا دايما بحقق اكتر في تاني سباق ليا، يعني انا السباق الاساسي بنزل وانا نازل فبعمل فيه كويس، وبعدين تاني سباق اللي هو مش حاطه في دماغي قوي الاقي نفسي عملت فيه احسن. دي حاجه بقى تبقى منتلي كده، بس بتيجي معايا باي لوك وفعلا يعني كويسه. يعني يمكن الاستعداد للسباق الاولاني بتبقى مشدود، الثاني بيجي تبقى ريلاكس اكتر. بالظبط، ده علمني اكتر بقى ان في البطولات اللي جايه ازاي اتعامل مع نفسي زي تاني سباق، ان انت نازل تعمل ماكسيمم افورت ومالكش دعوه اقصى جهد ممكن بالظبط تعمله. الباقي بقى انت بتعوم بقى بريست، يعني خلينا نقول للمشاهدين بريست ده بيتحكم بايده، بتعوم بايدك اكتر يعني. فالبريست بقى انت شكلك عبقري في البريست ده، يعني بيحتاج مننا ان احنا الريزيستنس اللي بنقابله عشان ما فيش الرجلين اللي بتزق من ورا زي طبعا. انت بتحرك معظم جسمك عشان تقدر توصل بيه بالظبط يعني. كده. فان احنا نقاوم الموضوع ده مع الكباتن بقى، طبعا الكباتن بيخلونا نعرف اكتر، الجهاز الفني بقياده الكابتن شريف حبيب بيخلونا نعرف اكتر انت عامل ازاي في الميه وايه طريقه العوم بتاعتك، ده بيخلينا ندرك اكتر برضو طريقه العوم في الميه معاه. طب قولي في البيت بقى، يعني في البيت ده مجهود كبير جدا عشان تجيب يعني 19 ميدالية وتقدر تحقق ده كله، مين اللي بيدعمك؟ مين اللي وراك؟ مين في البيت؟ طبعا اكيد في ماما. انا شايفه يعني ما شاء الله حتى الفتنس في الصوره هنا يا زياد فتنس عاليه جدا، يعني ارجعوا لنا شباب بالصوره اللي قبلها فتنس عالي، يعني واضح ان انت بتبذل مجهود كبير. انا نفسي الشباب كلهم يتعلموا الرياضه، شيء عظيم عظيم يعني. اكيد كمان انت حالتك النفسيه ومودك، وانت كمان بتقولي انك بتدرس اداره وفي سنه ثالثه في الجامعه يعني. فده كله اكيد الرياضه عامله لك حاله جميله يعني. لا فعلا انا كنت قالب لهم البيت تقريبا السنتين اللي فاتوا عن حلم طوكيو دي، فطبعا كله كان واقف زي ما يكون هم اللي هينزلوا بدالي. العيله دايما دي دايما هي اول حد في ظهرك، اول طبعا. حد بيأكنه هو انت. فيعني لو قعدت من هنا لحد مثلا السنه الجايه اشكرهم دي مش ه... فكنت قالب البيت بقى اه ده كنت تدريبات قلبه. لا فعلا يعني عندك اخوات اه والكل بقى بيساعد وكل البطل ورا البطل يعني. لا فعلا احنا قلبين يعني، ممكن مثلا اقول لهم نغير الاوض يعني، ده يعني موضوع عندنا ما كان مألوف فعلا يعني، كان عشان كله تحقق النتيجه بتاعه طوكيو. بالظبط، طلبوا منك ان انت قبل طوكيو هتلعب، قعدت تتدرب سنتين عشان تتأهل. بالظبط كده. وسنة كورونا طبعا وقعت مننا، فده كان طبعا كلنا أحبطنا، كل الرياضيين أحبطوا، وكانت خلاص اللي هو طوكيو كان كمان كام يوم كام شهر، وفجأة كده لا كله قاعد في البيت واتلغت وتأجلت، وكنا عايزين نحافظ على الفتنس وكنا عايزين نحافظ على الفورمة اللي احنا وصلنا لها، فطبعا ده كان تشالنج تاني خالص. لا السنتين اللي فاتوا كانوا صعبين جدا، صعبين. يعني اللي اتأهل لطوكيو اصلا وطلع ده لوحده انا من غير ما اعرف انت جبت كام، ده ارفع لك القبعه على طول. ايوه يعني لانه بذل مجهود كبير لا يعني. كلهم يعني كل الرياضيين فعلا لا طوكيو كانت صعبه جدا. الصعوبات بقى اللي قابلتها في الرحله دي، يعني الصعوبه اللي كانت موجوده في طوكيو. هما اليابان دايما كده ما فشلوش ان هما يبهرونا في السيستم وفي التنظيم، وطبعا مع الوزاره بتاعتنا واللجنه البارالمبيه، فكل ده بيبقى دعم، الحاجات الصغيره جدا بيتم التركيز عليها لحد الكبيره. فالحمد لله من ساعه ما دخلنا المطار لحد ما رجعنا لبيتنا فكل حاجه كانت متنظمه، كل حاجه منضبطه. طبعا وعشان ان انت تكون عامل احسن اداء في السباق بتاعك، فده كله برضو كان بيتركز عليه جامد جدا يعني.